إنني مشغول بقضية خطيرة ولكنها سرية، أتفهمين؟ سرية. ليتني أصل إلى خيط يدلني في تلك القضية يا حمص. هل توصلت إلى شيء يا صاحب الشرطة؟ بالتأكيد سأصل، بالتأكيد سأصل إلى نتيجة. أين الطاهي غندور؟ ابتعد يا عرنوس ولا تدفعني إلى إيذائك. معذرة يا سيدتي، فهو ضعيف العقل ولا يدرك تصرفاته. لقد أثرت اهتمامي وفضولي، هل لي أن أزورك وأرى بنفسي أعشاش الحمام؟ يا لك من محظوظ أيها الطاهي، لن نتركك يا جدي قبل أن تكمل لنا قصة حاطب. إن الله قد عرف نبيه صلى الله عليه وسلم بكل ما جرى. حسناً، هذا سيساعدنا على أن نؤمن طريقهم، لا ندري حجم الأخطار التي قد تواجهنا. لماذا عدتم ثانية؟ إذا كنتم تريدون المال والمتاع فخذوه ولا تؤذوني. لولا فضل الله وإبلاغه النبي بتلك المؤامرة لانكشفنا أمام العدو وكنا في موقف الضعف. هذا هو الأمر إذن. أريد أن ألتقي برسول الله، لقد كنت غريبا في مكة، لا عشيرة تحميني ولا نسب يمنع عني الأذى. لكنه أخطأ لمجرد إرسالها. إذن هو ليس مؤمنا. والدين يعلمنا أن نعذر الناس ونتمهل قبل أن نحكم عليهم. عرفنا قصة رسالة حاطب، ولكن رسالة الجاسوس في أرضنا كيف نعرف صاحبها؟